نخش في موضوع حلقتنا ونتكلم بس كلمة من القلب. أنا عايز أتكلم كلمة من القلب. إحنا طبعا ما بين موسم الحج وبين استقبال العام الجديد بنعيش أحداث الهجرة، والحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن أنوار النبي، وبيني وبينكم كان فيها كلام كتير، بس إحنا قلنا هنقطع التسلسل ده ونتكلم عن الهجرة. اللي هيحصل كالآتي: اي حد هيسمع خطيب او شيخ في التلفزيون او حد بيتكلم عن الهجره بيصيبه ملل، لان هو بيسمع نفس الحكايه كل سنه. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكه الى المدينه وخد طريق اليمن، واستقبلوا اهل المدينه بالاغاني والاناشيد، طلع البدر علينا، فبيبتدي يحفظ، فبيبتدي يصيبه الملل فيتضايق، لدرجه ان انت ممكن تلاقي واحد يقول لك ايه، احنا بقينا كده نسمع كده تابوهات في الخطيب، في العيد بيكلمنا عن الاضحيه وفي مش عارف ايه. لا، هي الفكره يا اخوانا ان القصص والاحداث اللي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي مش مجرد حكايات قبل النوم بنحكيها عشان ننبسط، او داعيه يقولها عشان يلهب حماسه الناس فيقولوا. ربنا قال لقد كان في قصصهم عبره. الفكره مش في الهجره بناخد يوم اجازه ونشغل فيلم الشيماء، لا، مش معنى ان كده ان فيلم شيماء وحش، الافلام الجميله يعني، بس هي الفكره مش انك تقعد تتفرج على فيلم في يوم الهجره في اجازه مع كوبايه شاي وتبقى دي الهجره بالنسبه لك، لا. كل حدث في حياه سيدنا النبي، سواء اسراء معراج، تحويل قبله، هجره، لو حطيته في نمط القصه وتقعد تحكي للناس كل سنه، الناس هتمل منه وهتزهد منه وهيفقد المراد منه. انما لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لقد كان في قصصهم عبره، اذا كل حدث من دول وراه دروس متجدده الى قيام الساعه، كل سنه كل سنه هتلاقي درس جديد، اللي يدور هيلاقي درس جديد. ولذلك احنا بنحتفل بهجره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش بنحتفل بعمليه انتقال، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما وقفش فكره الهجره عند الانتقال، يعني بعد فتح مكه الهجره انتهت، ما بقاش في هجره. باب الهجره ما اتقفلش، انما فضل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سايبه مفتوح، بس مش هجره المكان، هجره الذنوب وهجرة المعاصي وهجرة ما نهى الله عنه. الفكرة ان المسلم بطبيعته دايما مهاجر، بس مش مهاجر من مكان لمكان، هو مهاجر من 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 حاجة وحشة الى حاجة احسن، من قبيح الى جميل، من شر الى خير. لكن خليني اقف قدامك في نقط كده في دروس الهجرة. اول نقطة بتستدعيني وبتستدعي اي داعية، ان الهجرة دي كانت مزيج بين العناية الالهية والتنسيق وحسن الاخذ بالاسباب البشري. يعني على الرغم من ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان هو خاتم الانبياء والمرسلين، وعارف ان ربنا هينصره، وعارف ان هو مؤيد بتأييد الله له، ده ما منعوش انه يخطط تخطيط جيد ويختار ميعاد خروجه من مكه اللي هو قبيل الفجر، ويجيب ابن عمه سيدنا علي ينام في فراشه، ويبقى صاحبه سيدنا ابو بكر، ويمشي بالليل ويمشي طريق اليمن بدل ما يمشي طريق المعتاد ويقعد في الغار. دي رسالة. رسالة ايه؟ رسالة ان اي واحد مسلم فكر لانه مسلم فهيقول لربنا يا رب انجح وما يذاكرش، ده مش ناجح. واي واحد هيفكر الله يسترك يا استاذة منى، استاذة منى عامله لنا في الخلفية كده انوار سيدنا النبي وطلع النور المبين وحاجة جميلة. اي واحد هيفكر انه لانه مسلم هيقعد في بيتهم جنب ماما ويا رب اشتغل، مش هيشتغل. المسلم بطبيعة حاله بيجيد الأخذ بالأسباب، بس ما بينساش ان هو ربنا سبحانه وتعالى بيده كل شيء. فاللي هيعتمد على الدعاء ويسيب الأسباب مش هيجيله الخير. طب واللي هياخد بالأسباب وينسى المسبب ربنا سبحانه وتعالى هيبقى خيره منزوع البركة، منزوع الدسة، مش هيبقى عنده خير. ولذلك المسلم يقف بين أمرين، بين الأخذ بالأسباب وبين الدعاء لله تبارك وتعالى. وبيني وبينكم احنا مش مخلوقين في الدنيا عشان ناخد بالأسباب بس، احنا مخلوقين في الدنيا عشان نعافر فيها. ربنا اللي قال كده، قال لقد خلقنا الإنسان في كبد. كبد ده شدة المعاناة. فتستغرب، مش الإنسان دي الألف واللام للجنس، يعني كل الإنسان؟ مش في اللغة العربية دي معناها كده جنس الإنسان؟ طب ما جنس الإنسان يا مولانا فيه الغني وفيه القائد وفيه الزعيم وفيه الرئيس وفيه الأمير وفيه الوزير وفيه الفقير وفيه الغلبان وفيه المريض.
ايه اللي خلى الغني في كبد وايه اللي خلى صاحب المنصب في كبد؟ قال لك لا، اي انسان في الدنيا في كبد يكفيه مكابدة ان النعمة التي عنده ستزول، دي في حد ذاتها ازمة، فلن تجد نعيم مطلق في الدنيا. ولذلك رسالتي لاخوات الشباب وانا اوله، احنا مش مخلوقين في الدنيا عشان ناخد بالاسباب بس، احنا مخلوقين في الدنيا عشان نعافر. اخبط في الدنيا وخليها تخبط فيك، خبطتك هتوجعها وخبطتها هتقويك. اوعى تنهار، اوعى، خد من الهجرة الدرس ده، اوعى تنهار. انا هذاكر هجيب مجموع يدخلني طب، شكرا. طب ذاكرت وجبت مجموع دخلني خدمة اجتماعية وماله، بس انا عملت اللي عليا. ولما اخش خدمة اجتماعية مش انتقاصا، مش انتقاصا ان خدمة اجتماعية وحشة، لما اخش خدمة اجتماعية موقفتش الدنيا، ايه المانع ان انا اجود واجتهد وابقى استاذ جامعة وابقى واضع استراتيجيات وبحوث ومش عارف ايه، ويستعان بيا في مجلس الوزراء ويستعان بيا في الجهة الفلانية ويستعان بيا مش عارف. الدنيا يا جماعة ما بتقفش، ولذلك ده الدرس بتاع الهجرة. ايه يعني النبي انتقل من مكة الى المدينة؟ ما وقفتش الدنيا، بعد ما ساب ولاد عمه واعمامه وعصابته راح المدينة بقى عنده دولة.